السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أختكم أم سيف الدين، مرحبا بكم في فيديو جديد، فيديو تجربة ترى يلا هنجربه. شفناها كامل في على امرأة، واحد الامرأة هكا أجنبية استغلت الاسبيراتور تاعها، نحلو المكنسة نتاعو هذيك تخلي غير تيو، هذا حاجكم ونحاول ترى. جبت ساشي كيما هكا وفيها بعض الزور تاع وليدي، وقلت انا فيها زوز زور تاع وليدي خفاف، كوبير تاع خفاف، وقلت انا نسحب منهم الهواء. هي سحبت منهم الهواء وصلح لها، ولات يعني صاشي كبيره وتولي صغيره، يعني تقدري تخبيهم بسهوله ترى، خير من يدونا ليسباس الكبير. حنا نعرفوا بانه كامل عندنا شقات صغيره وعندنا كامل، تستخدميها في اللعب، تستخدميها تاع اطفالك في لي فيست لي مونطون لي حوايج هذيك كبيره اللي تكون منفوخه، الكوات الزور الكوفيرتات، يعني الحوايج هادو نتاع اليدو لي سباس كبيره. يلا ترى نجربو ونشوفو. اوكي يلا نحط درك قدامكم، هذا هو تيو وهذه هي الساشي. واش نديرو؟ لازمنا ندخلوه هنايا في الساشي هذا بشكل انه تكون غماته الساشيه هذيك، ونشغلو لاسبيراتور تاعنا. اوكي يلا نجرب كيما هكا، ندخلو كيما هكا. سمحوا لي برك باش ربما باش تشوفوا كامل هنا، ونغلنها كيما هكا. اذا كنتوا يعني حبيتوا واحد يعاونكم ولا نورمال، بصح انا وشي كنت نصور برك جاتني شويه صعيبه هكا. راكم تشوفوا فيا كيما هكا تحكموها مليح. دوك نشغل لاسبيراتور لانه الصوت تاعو قوي، وشوفوا ترى ساشي هذه تدفش وتنقص ولا لا. اوكي كيفا راهي تمصت كامل، الله يبارك. ها 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 شتو كيفا ولات، يعني نقدروا نخبوها، نقدروا نورمال. شوفوا ترى كيفا قادر تدخلوه لداخل يوصلكم اكثر. شتو كيفا كيفاه ساشي كيفاه ولات مسطه، هاني حنطلقها شوفوا كيفاش ترجع. ها شوفوا كيفاه رجعت، ترجع كبيره. نقدروا يعني نستخدموا تاع لاسبيراتور برك ونصغروها، هذا غير كوفيرتا خفيفه خلاص. حبيت برك نعطيكم التجربه هذه بلاك تستفادوا منها، ترى نجربوها في حاجه اكبر، حاجه يعني باست ولا مونطو ولا حاجه كبيره ترى ونشوفوا. اوكي قبيل شوفوا درت لكم الكوفيرتات الخفاف هذو الزوج، شفتوا كيفاش يعني نقصوا خلاص في الساشي. حبيت نزيد نجرب معاكم ترى هذو النانوسات نتاع وليدي اللعب اللي هما شوفوا غير لاواتش وبونج وحوايج كم غونفلين. حبيتوا مثال تخزنوهم ولا كذا كبر عليهم ولدكم، حبيتوا تخزنوهم تغسلوهم وتخزنوهم في ساشي كيما هكا وما يدوش لي سباس. ترى نزيدو ترى نجربوا العفسه هذه نتاع لاسبيراتور، ان شاء الله ان شاء الله تصلح لنا. اوكي يلا تبعوا معايا، اصبروا برك نحطوهم عشوائيا. انا اول مره نجرب معكم والله العظيم، غير اول مره نجرب معكم. هاي صلحت في الكوفيرتات، نزيدو نشوفو ترى اللعب هادو اذا يصلحوا ولا لا. هكا هاكم شفتو ها مره اللعب هنا. نجيبو لاسبيراتور نتاعنا ندخلوه هنايا في الساشي ونضموا عليه، بشرط انكم تضموا عليه ماشي تخلوه فتحه كيما هكا ولا لا، تسكروا كلشي كلشي تضموه هيك بيديكم هيك هيك، يعني تضموا كلش وتشغلوا لاسبيراتور. يعني حنشغل لاسبيراتور الصوت تاعو برك عالي شوي. ايه شوفوا هي تقطعت لي ساشي، كنت كنهزها وليدي كلشي تقطعت لي. شوفوا نحاول ترى نضمها من الجهه تاع المقطعه هذه. ثم سيو في ساشيات خشان، ساشيات ما يتقطعوش بربي ان شاء الله، وجددوا وبيرفوهم مليح يعني باش ما تلقاوهمش مقطعين ولا. واو واو
شوفوا كيفاش ولاو هادو كل لعب اللي كانوا مدينا بلاصه كبيره. شوفوا كيفاش ولاو، واو هايل هايل. وليدي فرحان يحسبها تجربه. شتو كيفا هاي ترجع، شوفوا شوفوا كيفاش كانوا، شتو كيفا فاش كانوا كي طلقتهم وكيفاش اسبيريتهم، كيفاش بتلم الهواء كامل. يعني نظن تجربه ناجحه. نزيد نجرب ترى في حاجه اكبر. اوكي يلا رجعت لكم بالوسايد، حبيت ترى نجرب الوسايد تاع وليدي. عندي هذه تاع كانت تاع السرير تاعو مع كوات هكا كنت نحطها له في السرير، وهذه اللي نسندو بها البيبي هذه كي يكون صغير. ترى نحاولوا ترى نديرهم في الساشي، مع انه شوفوا هي خذلتني باك الساشي، عندي غير ساشي واحده وما صبرتش حتى نشري ساشي باش نجرب لكم. قلت مادام شفت الفيديو يلا نجربوا، وبالك يصلح وبالك يصدق. والله غير صلاح صلاح، يعني 100% 1000% 1000000%. والله غير فكره، يعني احنا كنا اغبياء كيفاش يعني ما نستغلوش حاجه كيما هذه. اي فقط جات كبيره عن الساشية، خيروا ساشيات كبار. انا جاتني كبيره هنايا عن الساشي، على هكاك بالك ما تصلحش في هذا. وزدت مقطعه شويه من الساشية، درت فيها قبيل الزاوره، سييت فيها الزاوره ما صلحتش. اصبروا شويه، اصبروا اصبروا. ماما ما كانش ساشية كبيره، ما كانش بعد ما الساشية كانش اعطيني بوبيه. اصبروا كل شيء اصلح، ما كانش حاجه ما تصلحش. اوكي ها قادرين تزيد ديرهم اكثر من هكا. شتوفا ولات ولات صغيره خلاص. ها شوفوا شوفوا كي تطلقوا الاسبيراتور تحبسوها كيفاش ترجع. شتوها، وربما تكون عندكم الشك تقولوا يعني كي ترجع نفتحوها تفسد الحاجة ولا. نبقى نشوفوها نورمال. ها الوسادة، ها الوسايد عادي نورمال. ها شتوهم شنو كان الهواء برك هذاك جبدناه، عادي جدا ما صرا لهم والو. شتوها يعني هذه كاملة ولات صغيرة خلاص. اوكي يعني هذه نظن يعني هذه حاجة مليحة، لأنه هو كاين في الأسواق واحد الجهاز يشبد الهواء كيما هكا، حنا ما نلقاوهش كاين غير في الخارج ولا في المدن الكبرى ولا. اللي عنده اسبيراتور دي باني بيه حتى يسهل ربي. نزيد نسيي الوسايد هادو الزوج هادو تاع الصالون، قلت أنا نحطهم تراهنا ونشوفهم. الوسايد هادو صوف أو مش لاوات، صوف ترى نشوفو ترى صوف ينقص ولا لا. انا يا ما نظنش، لا اعتقد انه الصوف يعني يقدر يضم كيما البونج ولا كيما لاوات ولا، لانه الصوف حنا نعرفوا كل الصوف صعيب شويه. ماشي شوف دخلوا لداخل عادي هكا نورمال في بلاصه يعني متينه. ما قلت لكم الساشي يلعب الدور، الساشي تلعب دور، لازم متينه ولازم تكون كبيره. شوفوا تاعي لاي صغيره خلاص باش نضمها تبدا تقطع. نحاول ترى نشوفوا هذا وصوفة صوف وسيد صوف. اوه ضمت ولا غير ضمت، بصح ماشي بزاف بصح ضمت. ها شوفوا بس يعني كمان احسن من يدونا بلاصه كبيره. ها شتو كيفا شوفوا
شوفوا فيرجعوا رجعوا كبار، شتم يعني حاجة مليحة وجربوها في المنزل تاعكم. هذا مكان حاجة بسيطة، ديروا كوفيرتات صاشيات كبار كبار، خلاص صاشيات حاشاكم الكحل هذوك تاع لابوبال الكبار، وجبدي منهم كل شيء، ديري جبدي الهواء من كل شيء، من الزور من الكواتات من اللبسة من مثلا يا بك القشطة شتا مازال ما جبدتوش، من الفيستات الكبار من المونطوات من يعني مام زربية كيما هذه كنت عود صاشية كبيرة ومطبقتها مليح تجبد لها الهواء وتنقص، المهم تنقص لك اقل شيء 50% من الحجم تاعو، 50% ينقص، 60% 70% يعني ينقص من الحجم تاعو، هكا باش نخبوهم في البلاكارات وربطيهم مليح. كي تجبدي لاسبيراتور تاعك ربطي مليح وخبيهم هكا، كملي الفصل تاعك ومن بعد يحلها ربي. واذا عجبتكم الفيديو هذا دعموا القناه بالاشتراك باللايك بالتعليقات، ومرحبا بكم عند اختكم ام سيف الدين.